الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه أن الله عز وجل يحفظ هذا الدين ويسخر الله جل وعلا الأسباب لهداية البشرية. ومن ذلك قصة ذكرها لي أحد الإخوة عن رجل يعيش في الغرب، هو مسلم وعايش في الغرب، وتأثر من بيئة الكفر ودخل في النصرانية، ثم لما الله عز وجل أراد به خيرا رأى رؤيا في المنام كانت سبب رجوعه إلى الإسلام. ما هي هذه الرؤيا؟ رأى في المنام رجل يحمل ورقة مثل هذه الورقة، وقال له: أنت تركت الإسلام، وأشار إلى الورقة، وأردت النصرانية، تركت الإسلام. وبدأ يطبق هذه الورقة كما ترون الآن. قال: تركت الإسلام، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طبقها هكذا: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وحج البيت. تركت الإسلام، وهذا تركت الإسلام دين التوحيد هذا الواحد، وأردت النصرانية دين الثلاثة. وبدأ يفك هذا الورقة هكذا: ثلاثة، وأردت الثلاثة فمصيرك هو. وبدأ يقطع الورقة، هو هذا. وبدأ يقطع الورقة، والآن الرجل في المنام يرى هذا الرجل وهو يقطع الورقة ويقول له: مصيرك هذا، مصيرك هذا. وبدأ يركب هذه الأوراق كما ترون الآن. انظروا هذه الأوراق، مصيرك هذا، وهو هل أي الجحيم. لماذا؟ لأنك من عباد هذا. فقام الرجل أشهر إسلامه على الفور ورجع إلى الله عز وجل، وأنقذه الله عز وجل من الكفر. فإذا نحن قصرنا في الدعوة، الله عز وجل يسخر الرؤى والمنامات لرجوع الناس إلى الإسلام. الصلاة والسلام على نبينا محمد.